متابعينا الكرام، أهلا بكم من جديد. كشف الناطق باسم الإدارة العامة للمرور العقيد طارق ربيعان ملابسات ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من أنه بدأ تطبيق إيقاع المخالفات على أي مقيم يتم القبض عليه وهو يقود سيارة غير مسجلة باسم الكفيل بواقع 6000 ريال على الكفيل مع إيقاف الخدمات وترحيل الوافد وحجز المركبة. وقال ربيعان إن هذا الأمر يعتبر جنائيا وليس مروريا، ولا يوجد مخالفة مرورية كما أشير، وإذا تم تسليم الشخص فيكون لدى مراكز الشرطة للتأكد من عدم وجود ملاحظة أمنية أو جنائية في ذلك، نافيا عدم صحة تسجيل أي مخالفة مالية على الكفيل أو المكفول. وأشار أن هذا الأمر سيكون على أي قائد مركبة سواء كان مواطن أو مقيم يقود مركبة ليست مسجلة باسمه أو يكون مستخدما لها بطريقة نظامية. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت المربع .net، ولا تنسوا الاشتراك في القناة. إلى اللقاء.